ازيكم عاملين ايه يا تكونوا بخير النهارده ان شاء الله هناخد دوزيام لسان في البروجرام بتاع سانكيم بريمير بتاع دوزيام تيرم وهو الشوزون دو ان إيه سو ده ان يعني ان دي مقسومه لايه هم النمبر اللي هم 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صح كده طيب النمر دول كان في منهم حبة اتقسموا وسموا روحهم نمبر بير عارفين وانتوا صغيرين خدتوا كلمة بير دو شاسور يعني ايه بير دو شاسور يعني فردتين شوز او بير دو شاسات يعني فردتين شاسات ليه بير دو عشان الشوز او الشاسات اللي هو الشراب مينفعش نلبس غير فردتين ينفع نلبس واحدة لا لازم اتنين عشان كده رقم كلمة بير بتدل على دو. طب وايه طبل دو دو و وسيس. وويت في بعد كده ديس وهكذا بس انا هقف لغاية الشفر الواحد طيب واللي ما عادوش مع دول جيل آن زعيمهم اول واحد قال لا انا هسمي جروب بتاعي بير. وحتى اول كلمة كده اسمها ايه بير. جاية من رقم ان شبه نوت ان فخد هنا الان وخد مع اصحابه اللي دول ما خدهمش وسينك وست ونف كده احنا خدنا كل النمبر اللي بقى شفر ما عدا مين قاعد زعلان الزرو فضل يعيط وزعلان انتوا خدتوا بعض كلكم وسبتوني فراحوا دول قالولو احنا سانك مليانين ما عندناش مكان لكن هنا ما لقوا روحهم كات فقالوا خلاص تعالى معنا فبقوا النمبر بير هم زيرو دو كاتر سي سويت او اي رقم اخر الارقام دي والسيمبول بتاعهم بقى بي اما الامبير بقوا السيمبول بتاعهم ايه؟ يعني انا لو عندي نمبر دلوقتي 245 شايفين كارون 245 اخرها سينك طب ال دي بير ولا امبير ببص على اخر رقم اخر رقم ده امبير يبقى ده امبير طيب ناخد واحد كمان لو انا عندي 136 ماليش دعوه بكل الارقام دول ليا دعوه باخر واحد بس ده بير يبقى النمر ده كله ايه يبقى انا ببص على الشيفر بتاع الانيتين واقدر احدد بيه بير ولا امبير عايزين نلعب بقى مع البير والامبير نفس اللعب اللي لعبناها مع الان والان اتوال والحاجات دي طيب نبص كده مع بعضينا انا دلوقتي عندي النمبر ناتيريل مقسومين لنمبر بير ونمبر امبير مفيش حاجه من هنا متكرره هنا يعني اول حاجة لو انا قلت البير انتير الامبير في حاجة متكررة بير وامبير دايرتين بعيدة عن بعض يعني ما فيش حاجة متكررة فنقول ايه فاي طيب لو انا قلت لا البير انيون الامبير يعني هاخد كل البير والامبير يعني انا خدت كل الارقام يبقى انا خدت مين خدت الان طيب لو انا جيت قلت ركزوا معايا ان هعملها موان بي ان كلها شلت منها البي فضل مين فضل اي طيب لو قلت لا ده انا عايزه الان بس هعملها مو اي فين الان هي دي شلت الاي يبقى فضل مين مو بنحط ايدينا فضل مين البي ليه فضل البي عشان انا بتكلم على الكبيره لكن لو انا جيت قلت بي مو اي نركز كده بي فين بي اعمل فوكس على البي انا واقفه هنا هشيل منها الاي ايه ده انا ما جيتش جنبها اصلا انا شلت حاجه بعيدة عنها انا عايزه البي لما اشيل منها اي يبقى انا شلت حاجه بعيده ملهاش دعوه بيها يعني البي هتفضل زي ما هي طب لو قلت الاي هشيل منها البي اي ادي اي اشيل منها البي انا عايزه اعمل فوكس هنا واشيل دي انا ما شلتش حاجه فهتفضل الاي زي ما هي طيب لو انا جيت قلت دلوقتي البي كلها البي دي هعملها موا الان بي هشيل منها ان يعني اشيل كل ده يبقى مين اللي فضل ولا حاجة يعني فاي طيب لو قلت الايه -E اشيل منها الان إي e موا ان ايه e دي هشيل كل ده يعني شلت كله يبقى مفضلش حاجة فاهمين بعمل ايه ركزوا لما يكون حاجة صغيرة هشيل منها الكبيرة يبقى ما فضلش حاجة لو الكبيرة هشيل منها جزء أشوف إيه اللي فضل لو حاجتين صغيرين بعاد عن بعض وهشيلهم من بعض تفضل الأولانية زي ما هي طيب لو أنا جيت دلوقتي قلت بين الـ P والـ N لو جيت قلت P انتر N وركزوا معايا في اللي أنا هقوله ده كويس P انتر N فين الـ P؟ أدي الـ P فين الان ادي الان مش دول حاجتين جوه بعض واحدة صغيرة وواحدة كبيرة لما يكونوا اتنين جوه بعض واحدة صغيرة وواحدة كبيرة وانتار اللي متكرر الصغيرة طب لو انا خدت نفس الاتنين بس قلت انيان واحدة صغيرة وواحدة كبيرة وقلت انيان يعني كله انا عايزة الصغيرة وعايزة الكبيرة فهجيب الشنطة الكبيرة كلها اللي فيها كله يبقى هاخد مين الان طب مرة كمان لو جينا قلنا على الإي إي انتر الان اللي متكرر بين إي وبين الان الكبيرة بين الصغيرة والكبيرة اللي متكرر بين دينا وعيلة دينا ما هي دينا موجودة في الحالتين يبقى هي دينا اللي متكررة يعني الإي طب لو أنا قلت الإي هتولي دينا وهاتولي عيلة دينا مين اللي هيجي؟ ما هي العيلة كلها اللي هتيجي صح يعني انا لو عايزة إيه والعيلة كلها يبقى انا هجيب مين الكبير يبقى تاني ما يبقوا حاجتين جوا بعض واحدة صغيرة وواحدة كبيرة لو بينهم انتار اخد الصغيرة متكرر هي الصغيرة انيا اخد الكبيرة فهمنا حاجتين جوا بعض بينهم انتار اخد الصغيرة بينهم انيا اخد الكبيرة تمام لو انا جيت قلت انا عندي دو و 3 و سيس انتر النمبر بير يعني ايه انتر النمبر بير يعني ايه متكرر بين دول وبين النمبر بير هما مين النمبر بير زيرو دو كاتر سيس ويت. مين متكرر الدو و سيس. يبقى قول ايجال دو و سيس صعبة طيب لو قلتها تاني دو و وسيس و سيس. وقلت انتر بس الاي المرة دي ايه متكرر بين دول والاي إيه اللي هي الامبير اللي هما 1 3 5 7 ايه متكرر هي 3 بس فهمتوا بعمل ايه بفكر الحاجه اللي عندي دي معناها ايه وبعدين اشوف السيني ده معناه ايه وابتدي اربط الدنيا ببعض طب هو انا ما عنديش غير انواع النمبر دول لا يا مدام ده انا عندي نمبر تانيين سموهم بعد كده نمبر ايه بريمير والنمبر بريمير دول كنا عرفناهم الترم اللي فات هما اللي نون با ديفيزيبل كو وبا... بار ان بار والان ما بيتقسموش غير على نفسهم الآن. طب وكانوا هم مين كان الوحيد البير كان الدو لو فاكرين ليه ما خدناش الان عشان الان بيتقسمش غير على الان هو نفسه هو هو الان احنا عايزين عنده دو فاكتور فالدو بتنفع على الدو وعلى الان بعديها ناخد ده الوحيد البير خلوا بالكوا ده الوحيد الايه البير بعد كده باخد كله امبير يعني ترو ا السينك اه السيت اه اجي عند النف واقول ستوب ده النف تنفع على النف وعلى الان وعلى يبقى متنفعش مش هاخدها معايا طب الانز تنفع طب التراز تنفع مين بعد كده الكنز لا عشان الكنز تنفع على السنك والكنز والان فما تنفعش الديسات تنفع الديزنف تنفع وهكذا كفايه مش محتاجه اكتر من دول كده النمبر بريمير طب لو جاب لي نمبر بريمير كبير او رقم كده كبير وقال لي ده بريمير ولا مش بريمير اول حاجة ابص عليها في اخره نمبر بير اه يبقى لا مفيش بير برميه غير الدو ده الوحيد لسول بير برميه. يبقى ده لا ما ينفعش طيب لو جاب لي نمبر عامل كده 325 اذا يا مدام ده اخره سينك واحنا متفقين لاخرهم اخرهم يبقوا في طبل يبقى ده كمان مش هينفع مدام موجود في اي طبل يبقى مش هينفع طيب نجرب واحد كمان لو انا قلت سون كارونت كده اهو سون كارون دي اخرها زيرو زيرو يعني موجودة في طابل سانك وموجودة في طابل ديس وموجودة في البير يبقى برضو مش هتنفع وبعدين يا مدام كده غ... لخبطينا وقفلت لنا الدنيا كله مش هينفع مش هينفع طب بصوا ده كده آه كاتر سان مدام حلو ده مفيش بير ومفيش زيرو ومفيش سانك يبقى ينفع لا استنوا نعمل ايه نفكر الأول في تابل 3 كمان، ما دام نفعش بالدو والسنك والديس ناقص تابل 3 ليه فكرة، كنا بنعمل ده بلوس ده بلوس ده, بلوس ده السنة اللي فاتت، 4 5 9 9 3 12، أوبا الدوز دي موجودة في تابل إيه؟ 3 حتة البلوس دي بعملها عشان تابل 3 بس، ما دام موجود في تابل 3 يبقى ما ينفعش يكون بريمير طب وبعدين؟ نجرب كده واحد كمان، 353 آخره بير؟ لا اخره زيرو لا اخره 5 لا حلو جميل نعمل بقى البلس ويا رب ما يطلع 3 بلس 5 8 8 بلس 3 11 11 مش موجوده في تابلت 3 اهي ده نمبر ايه بريمي اشكرك يا رب تمام يبقى كده عرفنا نوصل للنمبر بريمي طيب واحد كمان كده 57 هل ده بريمي ما فيش بير في الاخر ما فيش زيرو ما فيش سينك طب نعملهم بلس بعد 5 بلس 7 تديني كام دوز الدوز موجودة في تابلت واي يبقى ده مش هينفع يكون برمي. طيب لو جه قال لي عن نمبر ونخلي بالنا لو النمبر بريمي صحيح السيمبول بتاعهم ايه إجراج السيمبول بتاعهم إجراج ده النمبر بريمي لو قال لي النمبر بريمي انتر النمبر بير قال ايه بير احنا قلنا ان مفيش غير واحد بس بريمي وبير يعني لو جيت قلت البير هم 0 دو كاتر 6 ويت jusqua l'infini ou goit قلت البريمير هما دو وترو وسانك وسات jusqu'à l'infini ما مفيش حاجه متكرره غير مين الدو هو الوحيد البير وبريمير في نفس الوقت طيب ركزوا معايا كده هي مش الان دي الكبيره اه طب وجه جواها النمبر بريمير دلوقتي اللي هم الايجراك دول طيب يعني انا لو قلت ايجراك أنتير الان تديني ايه واحدة صغيرة وواحدة كبيرة جوا بعض بينهم انت اخد الصغيرة. طيب لو جيت قلتهم بالانيان ايجراج انيان الان. واحدة صغيرة وواحدة كبيرة وبينهم اخد الكبيرة. طيب لو جيت عملتهم كده. لو جيت قلت هعمل. الاجراج موا ان. بصوا كده معايا اجراج اشيل منها الان ايه ده انا شلت كله يعني ما فضلش حاجه يعني تبقى الريبونس بتاعتي ايه فاي تمام كده فهمنا عملت ايه دي كده الفكرة بتاعت السو انسامبل اللي هما الأجزاء اللي جوه ان عندنا نمبر بريمي رمزهم بي نمبر آه... سوري نمبر امبير رمزهم بي نمبر امبير رمزهم اي ونمبر بريمي رمزهم اي دول التروا سو انسامبل من النمبر ناتورال uh, اتمنى نكون فهمنا الدرس ده كويس مرسي لكم خالص واشوفكم الفيديو الجاي باي باي